تعمل المفاجأة وتعمل الفرق، ولهذا نقدر نقول كل شيء ممكن على في مباراة واحدة نقدر نعمل المستحيل. صحيح. برأيك يعني كيف يمكن للمنتخب الجزائري كلاعب لعب في المنتخب الجزائري وفي مونديال 2010 أن يضع قدما في الدور الثاني؟ يعني ما هي الخارطة التي يمكن أن يسير عليها؟ هي البداية، المباراة أول مباراة هي المهمة، أول مباراة هي أول مباراة مهمة، لأن لو عملت نتيجة إيجابية في المباراة راح تكمل المقابلة، تعرف كيف تتعامل مع المقابلة الثانية والثالثة، ولكن لو خسرت المقابلة الأولى راح تكون فيه صعوبة في المباراة الثانية والثالثة. المباراة الأولى هي الأصعب ربما. الأولى هي الأصعب خاصة من حيث الثقة، من حيث الحالة النفسية، من حيث الحيوية، وحتى مع المنتخب الأصعب. خاصة كي تلعب مع منتخب مع بلجيكا ولا روسيا، تلعب مع المقابلة الأولى تعطيك هذاك الدفع لو فزنا، لأن الفوز في المباراة الأولى يعطيك يفتح لك شهية ويعطيك هذيك الحيوية والرغبة في المواصلة. يعني بموضوعية وبدون مجاملات، ما هي حظوظ المنتخب الجزائري؟ لا، احنا عندنا حظوظنا ككل المنتخبات متوازنة. متوازنة، نقدر نقول 50-50 قبل المباراة، 50-50 حتى لازم ذهنيات اللاعبين يديروا في 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 عقلهم رايحين باش يفوزوا، وكما نقولوا المهم والمهم لازم نصعد للدور الأول. تقريبا هذه المجموعة التي وقع فيها المنتخب الجزائري تقريبا نفس مجموعة المنتخب التونسي في مونديال 2002، لكن مع اليابان بدل كوريا الجنوبية. أنا كي شفت القرعة وكانوا حنا تكلمنا من قبل وكان احنا في 2002، هل منتخب تونس عاد للدور الأول ولا لا؟ لم يتعدى، تعادل فقط مع بلجيكا وخسر من روسيا بهدفين ومن اليابان بهدفين. إن شاء الله احنا نعمل المفاجأة ونكون في الدور الأول إن شاء الله. سنذكر الآن مشاهدينا بنتائج عملية القرعة الخاصة بمونديال البرازيل وتوزيع المنتخبات 32 ضمن 8 مجموعات، علما أن الجزائر ستكون في المجموعة الأخيرة مع منتخبات بلجيكا، روسيا وكوريا الجنوبية. إذن كانت هذه المجموعات التي أوقعتها قرعة كأس العالم. سنواصل الحديث عن هذه المجموعات بالتفصيل وعن أبرز المواجهات التي ستكون في الأدوار الأولى، ولكن بعد فاصل قصير، فتفضلوا بالبقاء معنا.